صوفيا المريخ تتابع نشاطها الفني وتقف أمام عدسات الكاميرا في جلسة فوتوغرافية لمجلة سيدتي. لقاء صوفيا نتابعه الآن. أجدلي فنياً سينجل للصيف وألبوم قبل آخر السنة إن شاء الله بيكون نازل ومجموعة هيك مفاجآت حلوين. اليوم عم نصور فوتوشوت لمجلة سيدتي، مجموعة من اللوكات هيك جداد علي شوي بس حلوين عم بحبهم. الميك اب كمان هيك شوية اكسنتريك، يعني مش كتير متعود عليه، يعني مش كتير عم بحطه يعني، بس هذه أول مرة. الشعر كمان في لوكات هيك غريبة عجيبة. دايماً الستار أو الفنانة منحاول نعطيها شخصيتها، منحاول نضيف بعض اللمسات على شخصيتها الأساسية وكيف هي طارحة نفسها بسوق الفن، ونشتغل على هيدي النقاط. يعني اليوم صوفيا المريخ فنانة صبية حلوة بتمثل الشباب، ما فيك تعطيها إلا هيدي الروح بإطار كتير ترندي، بإطار كتير عصري. قبل كليب، قبل فوتوشوت، أهم شيء إنه الواحد يعمل ريسيرش. الموضة بتتقدم واللوكات بتقدم وحتى ألوان الشعر بتقدمه، وياخد من التقدم تبع الموضة وكل شيء اللي هو بيلبق له. أربعة لوكس هلأ صرنا بالتاني، محاضرين للتالت والرابع. نحنا الأول اثنين لوك حنشوفهم كتير صوفيا شوي هيك خي يعني مكياجها حيكون خيالي أكتر، منه مكياج عادي. هذا التاني يعني التالت والرابع. أول اثنين لأ ناتشر الميك اب، معتمدين شوي ألوان برونزية مع شوي فوشيا أورنجي. يعني شايفة أنت من واحد اللبس اللي لبسته اليوم صوفيا اللي مختارته هذا. السينجل رح يكون إجمالا باللهجة المصرية، ورح يكون ستيل كمان جديد بعيد كل البعد عن اسألني أنا وكلمة حب وبحب فيك، بس عطول أكيد مع ستايل تبع صوفيا، يعني ما رح بعيد كثير من ستيلي. يعني الإحساس رح يكون موجود حتى إذا الغنية رأسة، رح يكون في إحساس نتوفة غربة نتوفة صغيرة. حفلات مقبلة سوريا، لبنان، مصر إن شاء الله، المغرب أكيد، الخير لقدام.